السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعي قناة شروحات للمعلوميات في درس جديد. في هذا الدرس إن شاء الله سنطرق من خلاله إلى طريقة رفع فيديوهات من اليوتيوب مترجمين بترجمة خاصة بهم. فمثلا الذي تريد أن تقوم بتحميل مقطع فيديو من اليوتيوب ويتوفر هذا المقطع الفيديو على ترجمة، فإذا لاحظت معي هذا الفيديو فهو يتوفر على ترجمة. إذا لاحظت هذه العلامة عندما تقوم بالنقل عليها ستظهر لك هنا الترجمة مباشرة على المقطع الفيديو كما تلاحظ معي هنا. وبعد ذلك يمكنك الذهاب إلى هذا الخيار ثم تقوم بالنقل على الترجمة والشرح. بعد ذلك تقوم هنا بالترجمة التلقائية. بعد ذلك يمكنك أن تختار اللغة التي تريد، فمثلا نريد أن نقوم بترجمته إلى اللغة العربية. ستجد أن هناك العربية وهناك مجموعة من اللغات، يمكنك أن تقوم بإضافة أي لغة تريد كما تلاحظ معي هنا. هذه هي الترجمة. مثلا تريد أن تقوم بتحميل هذا المقطع الفيديو، وكذلك تريد أن تقوم بتحميل الترجمة مع هذا المقطع. فالعديد منا يقوم يريد أن يقوم بتحميل بعض الأفلام أو بعض الفيديوهات، ويريد أن يقوم بتحميل الترجمة معه حتى لا يجد صعوبة في هذا الأخير. فعندما تريد أن تقوم بمشاهدة بعض الأفلام أو مقاطع فيديو وتريد أن تقوم بمعرفة الكلام الذي يدور في المقطع، إن شاء الله في هذا الدرس سأريك حل لهذه المشكلة، فهو سهل للغاية. كل ما عليك فعله هو أن تقوم بتحميل الرابط، تعمل له كوبي على هذا النحو، ثم تذهب مباشرة إلى هذا الموقع. سأضع لك الرابط أسفل الفيديو. بعد ذلك تقوم بوضع الرابط هنا ثم تنقر هنا. فلاحظ معي هنا نفس المقطع كما تلاحظ، هنا يعطيك مجموعة من اللغات، أي لغة تريد كيفما كانت هذه اللغة. فلاحظ معي هنا مجموعة من اللغات، فمثلا أنا أريد أن أقوم بتحميله، أريد أن أقوم بتحميل اللغة العربية. هذه هي العربية، أقوم بالنقل عليها هنا ثم تنتظر لبضع ثواني. بعد ذلك سيتم تحميلها مباشرة ثم تنتظر. كما تلاحظ معي هنا قد تم تحميل الترجمة. الآن كل ما عليك فعله هو أن تقوم بتحميل المقطع كما تلاحظ هنا. فالمقطع الترجمة الأصلية للمقطع فهي باللغة الإنجليزية. الآن كيف أن تقوم بتحميل المقطع؟ فقط يمكنك أن تقوم بالذهاب، تقوم بتحميل الرابط ثم تقوم بوضعه في هذا الموقع. سأضع لك الرابط أسفل الفيديو أيضا إذا كنت تريد أن تقوم بتحميل مقاطع فيديو خاص بك، إذا كنت لا تتوفر على انترنت دونالد ماسنجر أو طريقة تحميله من اليوتيوب، يمكنك أن تقوم بتحميله من خلال هذا الرابط. سأضع لك إن شاء الله الرابط أسفل الفيديو. بعد ذلك تنتظر لبضع ثواني لتم يتم تحميل معك المقطع. إذا لاحظت معي الآن بدأ في عملية التحميل. فكما قلت هذا الموقع رائع جدا في عملية التحميل المقاطع الفيديو. بعد ذلك إن شاء الله سأريك كيف تقوم بترجمة هذا المقطع بكل سهولة. فسبق وان شرحت في عدة حلقات كيف تقوم بإنشاء ترجمة لأي فيديو كيفما كان نوعه بطريقة سهلة جدا بدون استخدام أي برنامج، وكذلك تطرقت إلى كيف تقوم بدمج الترجمة من خلال برنامج فورمات فاكتوري، وكذلك تطرقت في إحدى الحلقات إلى كيف تقوم بدمج الترجمة بالمقاطع الفيديو. ذلك ما سنتطرق إليه إن شاء الله بعد أن نقوم بتحميل المقطع. ننتظر لبضع ثواني. جيد، كما تلاحظون قد تم تحميل المقطع. الآن كل ما علينا فعله هو أن نقوم بالذهاب إلى الدوكيمو لنقوم بجلب الملف الترجمة الذي قمنا بتحميله، وكذلك الفيلم. كما تلاحظ مع هذا هو المقطع. سنقوم بإنشاء فولدر، مثلا سنقوم بتسميته SRT كما تلاحظ. هذا هو المجلد، سنقوم بإضافة إليه الترجمة وكذلك المقطع فيديو. بعد ذلك نقوم بفتح المقطع الفيديو، نقوم بتحميل اسم المقطع الفيديو على هذا النحو، ثم نذهب مباشرة إلى الفيديو، نقوم بقراءة الفيديو. لاحظ معي فالمقطع لا يتوفر على ترجمة، كما تلاحظ المقطع لا يتوفر على ترجمة. سنعمل إن شاء الله على ترجمته بكل سهولة بدون مشاكل أو شيء من هذا القبيل. جيد، الآن كل ما عليك فعله هو أن تقوم بالذهاب إلى الترجمة، تقوم بالنقر هنا ثم تختار بروبوريت على هذا النحو، ثم ستقوم بتغيير الاسم
أو تقوم بإزالة الاسم الموقع فقط، قم بإزالة اسم الموقع فقط واترك الاسم كما هو ثم تنقر على أوكي. بعد ذلك ولا تقوم بإزالة هذه الكلمة .asrt، هذه خاصة بالترجمة. بعد ذلك ستقوم بتشغيل المقطع، بعد ذلك ستظهر معك الترجمة مباشرة. لاحظ معي، سأقوم ب كما تلاحظ معي هنا كما تلاحظ هنا الترجمة قد بدأت. كيفما كانت نعيد أي فيلم كما تلاحظ معي هنا. فكما قلت لكم الطريقة رائعة جدا، يمكنك أن تقوم بتحميل المقطع الفيديو، وكذلك يمكنك أن تقوم بتحميل الترجمة مرافقة معه كما تلاحظ معي هنا. طريقة رائعة جدا كما تلاحظون، فالأمر لم يتطلب منا وقت كبير لكن طريقة رائعة جدا. إلى هنا أكون قد انتهيت من هذا الشرح. إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب بالفيديو بالضغط على زر لايك، وكذلك الاشتراك بالقناة حتى يصلكم كل جديد. وشكرا للمتابعة، إلى دروس قادمة إن شاء الله.